للمزيد معنا من عمان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد القادر النايل. بداية مرحبا بك سيد عبد القادر. يعني 3000 خيمة للنازحين غرقت في مخيمات المدرج والجدعة في نينوى بحسب مفوضية حقوق الإنسان، من يتحمل المسؤولية؟ أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. من المعلوم أنه الحكومة تتحمل المسؤولية الأولى في هذه القضية بطريقة واضحة تماما، لأنه بقاء هؤلاء في الخيام هو بسبب تصرفات الحكومة ومنعهم من العودة إلى مناطقهم، فضلا على أنه أي كوارث تأتي طبيعية لابد للحكومات أن تبذل ما بوسعها من أجل إنقاذ هؤلاء الناس. وبالتالي الحكومة عكفت بل بيّنت لا زالت أنها تتعامل مع أبناء هذه المحافظات على أنهم مواطنون من الدرجة الثالثة أو أنهم ليسوا مواطنوها، لأنه حقيقة التعمد على عملية عدم إنقاذهم أو إيصال مواد سريعة لإنقاذهم وإجلائهم وربما بناء مخيمات أو معسكرات أخرى بعيدة عن السيول والفيضانات، هذا كله حقيقة من واجب الحكومة. عندما ترفض المساعدة تؤكد على أن الحكومة لا زالت تمارس النهج الطائف في التعامل مع هؤلاء الناس، وبالتالي أزمة السيول كشفت المعدن الحقيقي للحكومة أمام العالم، فلم تجدي ولم تسر في أي خطوة من خطوات إنقاذ الناس من الكوارث، فضلا على أن هذه الكوارث بسبب عدم وجود بنى تحتية أو عمل حقيقي للاستفادة من تلك المياه التي دول اليوم تفرح. يعني اليوم في المملكة الأردنية الهاشمية يفرحون لأنه قد زادت مناسيب المياه لديهم 2.5 مليون متر مكعب، وبالتالي هذا حقيقة زيدا كل من يريد أن يستفاد من الماء فضلا عن العراق. لكن حقيقة التعقد في إنهاء البنى التحتية في هذه المحافظات هو السبيل الأوفر للحكومة بسبب فسادها المالي والإداري وعدم الاشتراك في بناء البنى التحتية للشعب العراقي. الآن أين تلك الأموال التي صرفت على النازحين؟ يعني الكثير من الأموال صرفت عليهم ولكن لا نراها، أين تذهب؟ أولا معلوم تماما أن هذه الأموال لم تصل إلى النازحين. ثانيا أن كل هذه الأموال هي عبارة عن باب من أبواب الفساد الذي انتهجته الأطراف السياسية في الاستيلاء على المال العام وسرقته وتهريبه خارج العراق. وبالتالي حقيقة هؤلاء تلك الأموال ينبغي أن يكشف عنها النقاب، لكن لا وجود لأي جهة، لأن الحكومة نفسها والأطراف السياسية مشتركون جميعا في هذه السرقة. يعني سرقة أموال الأيتام، سرقة أموال عيال الله، سرقة أموال هؤلاء المنكوبين، وبالتالي حقيقة ستهلكهم هذه الأموال لا شك في ذلك. لكن هذه الأموال هم سرقوها بالمطلق ولم يعطوا للنازحين أي شيء منها، وإلا لو كانت هناك حقيقة الأموال التي جاءت مساعدات من الدول والأموال التي منحت بميزانيات الحكومة لما كان الحال على ما هو في مخيمات النازحين. لماذا إلى الآن هم في المخيمات بعد أكثر من عام على انتهاء العمليات العسكرية؟ بعض النواب يقول إن هذه الأموال التي خصصت للنازحين تكفي لبناء مجمعات سكنية، يعني بالإضافة إلى الدعم الدولي، هل سيبقى النازحون في مخيماتهم رغم هذه الأموال الطائلة التي صرفت على النازحين ولم تذهب إلى النازحين؟ ذاك لأنه الحكومة لديها نهج في تغيير ديموغرافي واضح في تلك المحافظات، ولأنه الميليشيات تسيطر على المناطق ولا تريد العودة لتلك الأهالي، وأنه مناطق وأراضي يستولون عليها من أجل الضغط على شرائها. اليوم ميزانية الحشد الشعبي تلك الميليشيات تستخدم في الابتزاز والضغط الأمني على العوائل النازحة لإجبارهم على بيع ممتلكاتهم وأراضيهم ودورهم حتى وإن كانت مهدمة بأبخس الأثمان، وإلا فإن قضية النازحين من المعيب أن تذكر في بلد اسمه العراق لولا الأطراف السياسية التي تنتهج عدم رجوعهم. يعني مهما كلف الأمر ينبغي أن يفتح لديهم الرجوع حتى وإن كانوا يبنون خيمتهم على حطام منازلهم، فالنازحون هكذا شعارهم، وإلا فإن الأموال تبني مدن من جديد التي صرفت وسرقها السياسيون والأحزاب السياسية باسم النازحين. وبالتالي يعني أي قضية حتى وإن كانت لم تبنى بطريقة سريعة يمكن أن تشاهد أن هناك طريقا يسير نحو إعادة استعمار البطيء.
كل هذه القضية غير موجودة ومتوفرة في المحافظات المنكوبة سيما الموصل، لأنه الهدف الاستراتيجي هو عدم رجوع النازحين وتهجيرهم خارج العراق لأجل التغيير الديمغرافي الذي تريده الحكومة لصالح أطراف دولية وثائرة. ما الواجب الآن على المنظمات الدولية اتخاذه، وكيف السبيل لتقليل معاناة هؤلاء النازحين؟ بالتأكيد هناك واجب دولي واضح على سواء منظمة اليو ان الأمم المتحدة أو الأطراف الدولية الأخرى، لأنه ما يجري هو أمام أعينهم بالدليل الصارخ على أن الحكومة تعامل هؤلاء بطريقة عنصرية وطائفية، ولا وبالتالي الكوارث الطبيعية يتنادى لها جميع العالم من أجل أن تكون هناك حلول للنفس البشرية. هذه المنظمات ينبغي أن تتعامل بالطريقة المباشرة وليس مع الحكومة في تقليل الضرر من خلال حقيقة إيجاد مناطق جديدة وبناء خيم ومعسكرات تليق بالنازحين لحين حل المشكلة مع الحكومة والأطراف الميليشياوية، أو فقط بطريقة واضحة على الحكومة وإصدار قرارات دولية وهي حقيقة المفروض تصدر لإرجاع النازحين، لأنه عملية التطهير الطائفي حاصلة، وبالتالي هذه جريمة دولية إنسانية. ينبغي أن يكون هناك قرارا أيضا دوليا إنسانيا في إلزام الحكومة بإرجاعهم. كل هذه الحقيقة هو تقصير واضح، لأن هناك ممثل الأمين العام في الأمم المتحدة داخل العراق متواطئ إلى حد النخاع مع الأطراف والأحزاب والجهات التي تحكم العراق، لأن هناك أيضا تجارات وأن شركات لديه حقيقة يقدمها للحكومة تتعاقد معهم. فالقضية أيضا هناك فساد كبير في بعثات الأمم المتحدة في العراق، لأنها تستفاد ماليا من خلال التجارة، وهي تعمل داخل العراق ليس لأنها تمثل الأمم المتحدة، إنما تمثل التجارة والشركات المالية التي من خلالها تسعى إلى كون السوق العراقي أحد مستهلكيها للربح المالي وبطريقة واضحة تماما. شكرا لك من عمان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد القادر النايل.